ولماذا؟ الناس كيف تقترب منه طيب الناس؟ أنت سميته أنا تلاحم. لقد مللنا من هذه الحالة لعصابات مسلحة في كل المحافظات السورية. طيب سيد شريف، الصورة تحمل المعنيين، الصورة تحمل المعنيين. أنت سميته تلاحم، وهناك ربما من يسميه انشقاق عن الجيش. إذا سمحت لي أكمل سؤالي فقط. منذ بداية الأزمة وأنا خرجت معكم منذ 5 أشهر وأتابع معكم، هذا حلم تريده بعض الناس أن يقولوا انشقاق. أريني انشقاق، يعني رأينا أمس يا سيد شريف شحاري رياض الأسعد ضابط عقيد ومعه، دعني أكمل أرجوك سيد شريف حتى يكون الحديث يعني أخذ وعطاء. أمس شاهدنا صور لضابط اسمه رياض الأسعد برتبة عقيد انشق وأعلن ومعه مجموعة من الضباط في مدن أخرى وأعلنوا عن تشكيل الجيش الحر. يعني لماذا دائما يعني إنكار ونفي ما يحدث؟ يعني قد يبرر، يعني على الأقل لك أن تبرر ما يحدث، لكن أن تنفي شيء يشاهد الحادي والبادي القاصي والداني شيء غير معقول. خليني أنا أوضح لك صورة. عندما تقول عندما أقول انشقاق في جيش، يعني أن فرقة أو فرقتين أو لواء أو كتيبة انشقت. يا سيدي الكريم، يعني أنا إذا وضحت لك أمر هذا العقيد أمام السادة المشاهدين ومسؤول عن كلامي، تفضل وضح. مسؤول أو حاسب، هذا العقيد انشق عن الجيش السوري لخلاف مع قائده لأنه لم يستلم سيارة بيجو 504. هذا يعني وأنا سيد أنه يخدم في سيد شريف الجوي. طيب رياض الأسعد انشق على سيارة بيجو 204 وغيره من الضباط، يعني على سيارات من أنواع أخرى. سيدي الكريم، هذا ضابط عقيد أنا أعرفه وهو أنا لا أعتبر انشقاق. عندما تقول انشقاق هذا يهرب طيب. عسكري أو عسكريين أو عشرة أو كم هم عدد الذين هربوا أو انشقوا؟ طيب. 50 20. أعطيني ثواني أسألك هذا السؤال سيد شريف. مع الجيش مصير الفرنسي ومع الجيش الأمريكي، مصير الضابط ثواني مصير الضابط الذي ينشق عن الجيش السوري معروف، يعني إن لم يكن إعدام فعقوبات قاسية. هل من المعقول أن يضحي ضابط بحياته من أجل سيارة؟ نعم، أنا أقول لك نعم، وهناك كثير من الناس هربت من الجيش لأسبابها الخاصة. هذه الأشياء تحصل في كل جيوش العالم، في الجيش الأمريكي والفرنسي والبريطاني، وكل له أسبابه. لكن اسأل أهل حما، من قتل بالأمس من بيت العزاوي وبيت شامية، وجدوا في منطقة كازو الظاهرية، وجد ناس بالأمس مقتولين، وقامت العصابات المتمردة بالخلافات مع بعضها البعض ضمن حما. أنا أقول لك لو أنت الآن موجود في حما لوجدت أن أهالي حما يرحبون بدخول الجيش. طب الشوارع يعني الآن نشاهد صور وإن كان محمد الحاج قال لا دخول أصلا للدبابات إلى حما، الآن نشاهد الصور. يعني هذه الصور ليست محلل سياسي حتى يؤول ويفسر على كيف، يعني نشاهد دببات، كيف تفسر وجود هذه الدبابات؟ دخول نحن لا نقول أن الجيش لم يدخل ولا ننكر. أنا أقول محمد الحاج نفى حما ويجب أن يدخل إلى حما. يا سيدي أنت لا تستطيع أن تذهب من حمص إلى حما إن أبرزت هوية غير حموي. يعني هذه العصابات الإجرامية بدأت ترتع وتأخذ مكانها. يعني أنا أسألك سؤال، أنت من السعودية، هل مسموح في السعودية أن تتمرد الوهابية على طيب على كل أنا لست من السعودية على كل حال، ولكن السؤال على سبيل المثال أقول الآن السؤال نتحدث عن دبابات في فرنسا. شريف في فرنسا شريف. 90 شاب في الجزائر اعترضوا على سلطة الدولة أبيدو. يعني ليش مسموح في سوريا وما ممنوع؟ متى هذا الكلام بفرنسا أبيدو؟ نعم، متى كان هذا الكلام في فرنسا أبيدو 90 شابا؟ لا أنا أسألك أنت الذي معي، ليس محلل فرنسي. على الحياة المعيشية عملوا بمعاملة غير البشر. يا سيدي اسمح لي أن أقول لك وأنا متأكد وأنا أعرف من أين أتحدث. طيب شريف شحادي، ما تقوم به الدولة هو الصحيح الآن على خطين. سؤال قبل أن أنهي معك، سؤالي الأخير. الخط الأمني لا يجب أن لا نخاف بعد اليوم. سؤالي الأخير شريف الشحادي، يجب أن يتوازن مع الخط السياسي. سؤالي الأخير شريف الشحادي، هل فجأة بشكل مفاجئ أصبح الشعب السوري عبارة عن عصابات مسلحة، وأين أجهزة الأمن من هذه العصابات حتى تظهر فجأة إلى العيان؟ انظر الصورة أمامك، انظر ماذا يدل ذلك. انظر الآن يا سيدي، والناس ترى هذه الصورة وأنا أقبل بهذه الصورة. هذا تلاحم بين الجيش والشعب. نعم. طيب شكرا شريف شحادة، شكرا جزيلا لك على تفسيراتك وتحليلاتك. شكرا لك شريف شحادة. الآن معي شاهد عيان من دير الزور، لم يتسنى لي اسمع كل حال من دون أسماء حتى. ماذا يجري في دير الزور؟ إن كنت تسمعني شاهد عيان.
طيب يبدو أو بحكم المؤكد أن الخط غير متسني. بعد أذكر فقط بأنه منذ طبعا يعني فجر أمس أو ربما ساعات الليل وهناك حملة عسكرية بحسب ما يؤكد شهود عيان ومحللون وأيضا بحسب ما تؤكد الصور بأن اقتحاما لمدينة حماة من قبل القوات الأمن السورية وبعض من الرجالات المسلحين المحسوبين على هذا النظام. الحملة أسفرت حتى اللحظة عن مقتل ما يقارب 30 شخصا وإصابة العشرات، نقلوا إلى بعض المشافي التي بحسب تقارير طبية مؤكدة تقول بأن هناك بعض المشافي تغص بالجرحى وربما هناك حتى نداءات استغاثة من أجل التبرع بالدم بحسب ما يرد طبعا على بعض ألسن شهود العيان ووكالات الأنباء. نحن سنواصل هذه الساعة الإخبارية المفصلة وتحديدا عن الأخبار في حماة وباقي مناطق سوريا.